إذن لمزيد من المتابعة بشأن مخرجات زيارة الوفد العسكري في حكومة السودان إلى واشنطن، معنا عبر سكايب من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. مرحبا بكم. إذن أستاذ فرات، في أثناء زيارة وفد السودان إلى واشنطن طبعا بحثت مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق، هل تعتقد أن هناك نية حقيقية لواشنطن في مغادرة قواتها من داخل العراق؟ بداية تحية طيبة لك أخي الكريم ومشاهديك الكرام. القوات الأمريكية حينما جاءت العراق في عام 2003 جاءت بمباركة ودعم إيراني، وهذه الحكومة المنبثقة هي حكومة وليدة المخابرات الأمريكية والنظام الملالي في طهران، لذلك وجود القوات الأمريكية في العراق هو ضمان لبقاء هذه الحكومة، وقد أكدت كل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية منذ 2011 ولحد الآن بأن من أول مهام القوات الأمريكية هي الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق، وهذا يعني الحفاظ على الطبقة السياسية الحالية وحمايتها من أي عملية تغيير سواء بالقوة أو غيرها. ولكن الشعارات التي ترفعها تلك الميليشيات هي شعارات مثل يعني ورقة أصبحت منتهية، لأن الشعارات كانت قبل استلامهم للسلطة ثم تغير الموقف مباشرة بعد استلامهم للسلطة، ولا ننسى كيف كان موقفهم أيضا قبل أن تنتزع السلطة منه في انتخابات 2018. إذن لماذا كنا نسمع يعني بعض التصريحات من واشنطن عن مغادرة القوات الأمريكية في السابق؟ أقصد، هل هو نوع من المجاملة لمكونات النظام السياسي برأيك الطائفي في العراق؟ أبدا الجانب الأمريكي لم يصرح أبدا برغبته بالانسحاب، دائما كان يشير إلى أن هناك نوع من تغيير في العمليات والمهام للقوات الأمريكية، لكنه لم يصرح أبدا عن انسحاب كامل للقوات الأمريكية، تارة يكون مستشارين عسكريين وتارة مدربين وتارة لحماية أمن السفارة وما إلى ذلك، ولكن لم يكن هناك أي تصريح أمريكي صارح وصريح وواضح حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولا رغبة لديهم أيضا بذلك. هل تعتقد أن هناك علاقة بين هذه الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي وعن الحديث عن رفض إخراج القوات الأمريكية من داخل العراق، ولا سيما أن السودان يصرح بأن القوات الأمريكية يعني تحتاج إلى مساعدة القوات الأمنية عفوا داخل العراق تحتاج إلى مساعدة القوات الأمريكية ومن هذا القبيل؟ هذه الزيارة هي تأكيد على بقاء القوات الأمريكية، لأن من الملفات التي تم بحثها في هذه الزيارة هو ملف التسليح والتدريب وحاجة القوات العراقية إلى مدربين أمريكيين على الأسلحة التي تم استيرادها من أمريكا، إضافة إلى وجود الفريق الأول الكابتن عبد الوهاب الساعدي مدير جهاز مكافحة الإرهاب، وهو ما يشير إلى الشراكة العراقية الأمريكية في القتال ضد داعش والشعارات الحكومية التي كانت تقول بأن داعش لا زالت موجودة ولا زال هناك تهديد وخطر أمني من داعش ضد العراق، وهذا يستوجب وجود شريك مثل القوات الأمريكية، وبذلك نجد أن الحكومة العراقية تصرح على نقيض ما يتكلم به سياستها، تصرح أمنيا وعسكريا بحاجتها إلى القوات الأمريكية وللدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش وعملياته. هذه الزيارة بهذا الوفد وبهذه التشكيلة تؤكد بأن هناك يعني توثيق للعلاقة العراقية الأمريكية وليس تحجيم لها. وهذا ما أكده أيضا، نعود منذ أشهر تقريبا الوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن الحكومة الحالية في بغداد هي من ترغب ببقاء هذه القوات الأمريكية. ما الذي أراده برأيك من هذا التصريح وزير الدفاع الأمريكي؟ في ذاك الوقت كان تصريح وزير الدفاع الأمريكي هو إشارة طمأنة لمحمد الشياع السوداني الذي بدأ يتخذ بعض الخطوات التي ضايقت الإطار التنسيقي والميليشيات المنضوية تحته، وإشارة وزير الدفاع إلى بقاء القوات الأمريكية هي طمأنة لأنه سيكون هناك موازنة ما بين القوات العراقية بدعم أمريكي وما بين الميليشيات المدعومة من إيران، وهذا يعني عدم وجود قوة قادرة على هزم
الحكومة العراقية والجيش العراقي في حال انقلبت الميليشيات وحاولت السعي لانتزاع الحكومة من محمد شياع السوداني كما حصل مع مصطفى الكاظمي. ما الذي تقرأه مما ذكره موقع ميدلست آي؟ ذكر أن الميليشيات تعادي أمريكا علنا ثم تتوسلها سرا. أتفق معه 100%. الميليشيات قبل استلامها للسلطة كانت تهدد وتهاجم السفارة الأمريكية وسفارات أخرى وتنادي بأنها ستفأر لمقتل قادة الميليشيات الذين قصفتهم القوات الأمريكية، ولكن بعد استلامها للسلطة أصبح الحوار بشكل آخر. ولكن المثير للاستغراب هو أن زيارة وزير وزير الدفاع العراقي هي أول زيارة لمسؤول في حكومة محمد شياع السوداني بعد أن صرحت الحكومة الأمريكية على لسان كثير من سياسيها عدم رغبتها بالتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني وتسميتها بالحكومة الميليشياوية. ولا ندري هل هذا اللقاء هو لدعم وتقويض حجم سيطرة ونفوذ الميليشيات في هذه الحكومة أم هو تغيير في المسار بالتعامل مع هذه الحكومة. نعم، إذن من السويد باحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.